ومش اي اسرار كون، دي اسرار الكون الخفيه. ثلاث ارقام لو وصلنا لهم ووصلنا لاسرارهم هنعرف نوصل اسرار الكون الخفيه. نيكولا تسلا ساب لنا سر تفكيك اسرار الكون. يعني ايه الكلام ده؟ نيكولا تسلا في اخر ايامه قال انه في ثلاث ارقام لو وصلنا لهم ووصلنا لاسرارهم هنعرف نوصل لاسرار الكون، ومش اي اسرار كون، دي اسرار الكون الخفيه. الارقام دي كانت 3 6 9. ايوه طب ايه المشكله؟ يعني دي ارقام عاديه وكلنا عارفينها. بس بعد بحث كتير جدا وتدوير كتير جدا في الموضوع ده اكتشفت ان الارقام دي فعلا موجوده في تردد صوت. تردد الصوت ده رقمه 963، يعني في 3 ارقام اللي نيكولا تسلا قال عليهم. ومش بس كده، ده تردد الصوت ده مسؤول عن تفعيل الغده الصنوبريه. ده الموضوع بدا يخش في الجد. اللي ما يعرفش الغده الصنوبريه هي غده موجوده في جسم الانسان في جزء معين من المخ، وهي غده تبع الجهاز العصبي. الغده دي حواراتها كتير قوي لانها مش غده سهله. هي الغده المسؤوله عن افراز هرمون الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن النوم والاستيقاظ عند البشر. يعني هو ده الهرمون اللي بيظبط لك الساعه البيولوجيه بتاعتك، وبيزيد افرازه بالليل علشان تحس ان انت عايز تنام، وبالنهار بيقل افرازه عشان تفوق ومخك يعرف يستوعب اي حاجه. ايوه طب ايه المشكله؟ وايه ارتباط اصلا التردد بتاع الصوت بالغده الصنوبريه؟ واشمعنى الغده دي مهمه قوي كده؟ ان الغده دي اتكلمت عليها كل الحضارات القديمه بما فيهم الحضاره المصريه، ذكرت الغده دي واشارت ليها برسمه عين حورس، العين المعروفه عند القدماء المصريين. والحضاره العراقيه اتكلمت عنها، وتقريبا كل الحضارات اشارت ليها بطرق مختلفه. طب غده زي دي ليه كل الحضارات دي تشير ليها رغم انها جزء من جسم الانسان زيها زي اي حاجه؟ تعالى اقول لك ان الغده دي تحديدا مسؤوله عن حاجات كتير قوي هقول لك عليها. يقال عن الغده دي انها مسؤولة عن تفعيل بعض الحاجات الروحية والتواصل مع العوالم الأخرى أو العوالم الموازية، وإنك تعرف توصل لكائنات تانية، وتفعيلها بيتم عن طريق حاجات منهم التردد بتاع الصوت اللي قلت لك عليه في أول الفيديو. غير كده في طرق تانية زي مثلا إن القلب يقف ويرجع تاني للحياة، ودي طريقة من طرق تفعيل الغدة الصنوبرية، أو إن يبقى فيه تأمل كامل، وبعض درجات التأمل دي بتعرف تفعل فيها الغدة الصنوبرية. طب وإيه اللي هيحصل يعني لما فعل الغدة دي؟ تفعيل الغدة دي بيخليك توصل لمراحل تانية كأنك بتتواصل مع عوالم أخرى، يعني بيبقى حاجة كده بين الصحيان والنوم. وعلى الكلام والابحاث اللي معموله انك بتعرف من خلال تفعيل الغده دي انك تتواصل مع بعض العوالم التانيه وتشوف بعض الكائنات التانيه. ما هو برضه الكلام ما يتصدقش، يعني ايه بتعرف تتواصل مع عوالم تانيه؟ لقيت انه في ناس فعلا عرفت تفعل الغده دي وعرفت تتواصل مع ناس تانيه، والناس التانيه دي كانت كائنات غريبه باشكال اغرب لانها مش كائنات بشريه، دي اشكال غريبه وكائنات غريبه جدا في اشكالها، وكل الناس اللي تواصلت معاها لقيتها كائنات متحضره جدا عندها ثقافات وتكنولوجيا وحضارات كتيره قوي محدش فينا يعرف عنها حاجه. الأغرب في الموضوع إن كل الكائنات اللي هم تواصلوا معاهم وشافوهم كانت بالظبط نفس الرسومات اللي مرسومة على الجدران في الحضارات القديمة زي الحضارة المصرية وبقية الحضارات. معنى كده إن الحضارات دي عرفت توصل للكائنات دي وتتواصل معاها وترسم الصور بتاعتها على الجدران بتاعتهم. طب إزاي؟ إزاي ممكن يكون حضارات من أزمنة قديمة جدا عرفت توصل للأشكال دي ورسموها على الحيطان بتاعتهم وشافوها قبل كده؟ معنى كده إن هم كان ليهم سلطة على إنهم يفعلوا الغدة الصنوبرية أو يتواصلوا مع العوالم دي؟ أنا عادل مجدي شركة كتير للموضوع ده، ولو عايز نتكلم اكتر في المواضيع دي اكتب لي في كومنت وقول لي ان احنا عايزين نعرف اكتر عن الحضارات القديمه وازاي كانت بتعرف تتواصل مع كائنات من عوالم موازيه، او لو تعرف اي معلومه ممكن تفيدنا بيها.